بيقولوا ان اجتمع مرة شيخ مسلم وقسيس مسيحي وحاخام يهودي، وقالوا كلنا بيجيلنا فلوس من الشعب، مش عارفين ايه الفلوس اللي لينا شخصيا والفلوس بتاعت ربنا. فالشيخ المسلم قال انا امسك العملة عليها صورة وكتابة من الناحية التانية وارميها لفوق، لما تنزل نزلت على الكتابة يبقى مكتوب ليا اخدته، نزلت على الصورة اسيبها لربنا. وقالوا المسيحي وانت بتعمل ايه؟ قال انا برسم دايرتين على الارض، دايرة جوه دايرة، نزلت في الدايرة الجوانية تبقى بتاعتي، في الدايرة البرانية تبقى بتاعت ربنا. وقالوا للشيخ الحاخام اليهودي وانت بتفرق ازاي؟ قال لهم انا رجل سلمت حياتي لله تمام التسليم وليست لي ارادة خاصة، انا امسك العملة وارميها لفوق واقول له يا رب خد اللي انت عايزه وسيب لي الباقي. قال لي ينزل اخده.